بالنسبة لنا نحن الشباب نعم وبخاصة المدخنين نعم. كثير منا لا يستطيع ترك التدخين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نعم. هل السيجارة الإلكترونية أو الفيب لها أضرار وما موقف الشرع منها؟ طيب. وهل هي أفضل من التدخين ولا لا؟ هل هي أفضل من التدخين؟ نعم نعم جزاك الله خيرا. الحقيقة الشيطان يتحايل على الإنسان، يتبع كل الطرق، كلما تخلص الإنسان من شر يأتيه بشر آخر ويزين له. وسأبدأ بسؤالك من الأخير، عندما أعرض الناس عن التدخين السيجارة الحقيقية التي فيها مادة التبغ الذي تفر منه الحشرات، حتى الحشرات لا تقترب منه بسبب وجود مواد سامة فيه وبسبب رائحته الخبيثة، استطاع من يسيرهم الشيطان استطاعوا أن يجعلوا الناس مدخنين وحببوا التدخين لقلوب الناس من خلال المسلسلات الإعلانات إلى آخره. نعم. ولكن عندما تطور الطب واكتشف وجود آلاف المواد السامة في الدخان ويسبب عدة أنواع من السرطان، بدأ الناس يعرضون عنه، فاخترعوا اسم جميل سيجارة إلكترونية وقالوا ليس فيها أضرار. والحقيقة أن الضرر كله فيها، وسأقول لك لماذا. قبل كل شيء يجب عليك وعلى أي شاب يسمعني الآن أن يتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كل الأطباء في العالم يقولون إن التدخين هو موت بطيء، هو انتحار بطيء. لذلك إما أن تسير وراء الشيطان الذي سيأخذك إلى بحر من الشهوات، أو تتبع العقل والمنطق والعلم وتترك الدخان فورا. أفضل طريقة لترك الدخان أن تستمع معي لهذا الحديث الذي يعني هو جوهرة وهو كنز من الكنوز الكثيرة التي أكرمنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت عندما تترك هذا الدخان لله يكون في ذهنك الله، وليس الضرر وليس الخسارة المادية وليس أي شيء آخر، الله، لأنك ستلقى الله وأنت مدخن. الموت قريب، تخيل أن الإنسان يموت وهو يدخن، رائحته خبيثة، الملائكة تنفر من الرائحة الخبيثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كان يحب الرائحة الجميلة العطر، بينما الدخان رائحة خبيثة. العلماء قاموا بتجارب كثيرة جدا أثبتوا بنسبة 100% أن الدخان يسبب الكثير من الأمراض. فأصبح لدينا حقيقة يقينية أن الدخان مضر، وبما أن النبي قال لا ضرر ولا ضرار يجب أن أترك الدخان فورا، ولكن بثلاث خطوات. الخطوة الأولى أنني أعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. الخطوة الثانية التوكل على الله. الخطوة الثالثة أن أتركه من أجل الله. إذا اجتمعت هذه الأسباب الثلاثة في دماغك ستنسى أصلا ما هو الدخان، لن تتذكره. ولكن طوال ما نحن منغمسون في هذه الدنيا والموسيقى واللهو والأصدقاء وكذا وتضيع الوقت وتعطي الشيطان مساحة من وقتك ومن حياتك، سيستمر الدخان، سيكون صعب جدا تركه. ولكن بمجرد أن تبدأ بالصلاة والطهارة بحفظ القرآن، مهم جدا يساعدك على ترك الدخان، أن تعتقد أن هذا الدخان لن تتركه إلا بأمر الله وليس بقوتك وليس بإرادتك، بإرادة الله تعالى، وتتذكر قول الله عز وجل
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا الضر هو نوع من البلاء، ادعو الله كل يوم أن يصرفه عنك وسوف تترك الدخان بسهولة. بالنسبة للسؤال الثاني عن السجائر، الفيب الإلكترونية، الحقيقة الشيطان أوحى لأوليائه في الغرب اختراع أسماء جميلة لإضرار الناس أيضا. طيب ما هي الفيب؟ هي عبارة عن مجموعة من المواد، زيوت، مواد معينة، كلها مواد كيميائية تحترق وأنت تستنشق الدخان الناتج عنها، وهذا فيه تلوث للرئتين. أي مادة، يجب أن تعلم، أي مادة تدخل إلى الجوف حتى الغبار الذي نستنشقه يدخل إلى الشعب الهوائية ويعلق فيها. الصيام هو أقوى منظف ومزيل للسموم. التمر من أقوى الأغذية التي تزيل السموم من الرئتين. فإذا استبدلت هذه السجارة الإلكترونية والدخان بالتمر وحرصت على الصيام على الأقل يومين كل أسبوع، الاثنين والخميس، في هذين اليومين تصعد الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تقي جسدك وتقي حياتك من هذا الشر. ويوجد على الإنترنت اليوم، أنا لا أريد أن أقول لك ما هي الدراسات، أدخل وابحث عن أضرار هذا الدخان الذي تستنشقه، سواء من الفيب، سواء من الدخان، من أي مصدر آخر. حتى إن العلماء يقولون إن الهواء الذي تستنشقه إذا كنت تعيش في مكان ملوث فإنه يقصر العمر ويصيب بالسرطان. لذلك نرى أن الذين يعملون في المصافي النفط وفي الأماكن الملوثة هذه يعطونهم مكافآت عالية وأغذية، وعلى الرغم من ذلك يعيشون معدل أعمار أقل من غيرهم. الإسلام أراد لك أن تعيش حياة نقية، حياة هادئة يا بني، حياة مليئة بالصحة والطمأنينة. ويجب وأنت تترك هذه العادة السيئة كل يوم أن تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا كنت مدخن سابق قبل أن تأتي أنت إلى هذه الدنيا، وبفضل هذا الحديث وبفضل التوكل على الله، وكنت دائما أقول لا يضر ولا ينفع إلا الله، ولا يصرف هذا الضر إلا الله، وأدعو الله، وتركته ببركة هذا الحديث، فأبدلني الله خيرا منه، أبدلني هذا العلم الذي تراه اليوم، الإعجاز العلمي. كان هناك دخان، موسيقى، لهو، عبث، كل هذا تركته ابتغاء وجه الله، فأبدلني الله خيرا منه بهذا العلم النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويجعلكم جميعا من الأتقياء والأولياء، وأن تعيشوا حياة نقية، لأن الشباب اليوم يضيع للأسف وليس له ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. جزاك الله خيرا وبارك بكم ونفع بكم.